خلال اجتماع مجلس المحافظين، رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات في إجازة عيد الأضحى. حجاج بيت الله الحرام يستقرون في منى لقضاء يوم التروية استعداداً للوقوف على صعيد عرفات غداً. بوريس جونسون يستقيل من منصبه كرئيس وزراء بريطانيا ويؤكد بقائه كرئيس حكومة تصريف أعمال لحين اختيار زعيم جديد. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نعم، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات على مدار 24 ساعة طوال أيام إجازة عيد الأضحى. وخلال اجتماعه بمجلس المحافظين، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية، مكلفا بالتعامل بكل حزم وشدة مع أي مخالفات أو تعديات من خلال المسؤولين المعنيين. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف الوجود الأمني والحملات المرورية بكل المحافظات، ولا سيما في المحافظات الساحلية التي تشهد ازدحاما وكثافات عددية من المواطنين. كما جدد مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحرص على المتابعة الدؤوبة لخطوات التجهيز لمؤتمر المناخ وتوفير مختلف أوجه الدعم، وذلك لضمان التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتحقيق التنظيم اللائق لهذا الحدث الدولي المهم. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة جهود التحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27. والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. استعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تم تنفيذها في إطار التحضير لمؤتمر COP27 والموقف التنفيذي للمبادرات المنتظر طرحها على جدول أعمال المؤتمر، وأهم أوجه التنسيق التي تتم بين الوزارات المعنية في إطار الإعداد لهذا المؤتمر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في ضوء ما توليه القيادة السياسية لهذه الاستراتيجية بكل مكوناتها وجوانبها المختلفة. وخلال اجتماعه لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، أضاف مدبولي أن اجتماعات المتابعة التي تعقدها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هي الأخرى إطارا مهما لتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بالتركيز على دعم النماذج الشابة الناجحة من خلال إبراز تلك النماذج الواعدة إعلاميا عند تنظيم الفعاليات المرتبطة بالقطاعات المتعددة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث استهل مدبولي الاجتماع بتوجيه التهنئة للرئيس السيسي وأعضاء الحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وخلال الاجتماع استعرض مدبولي أبرز نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية التي عقدت بالجزائر مؤخرا، حيث كلف بضرورة العمل على بدء تفعيل مذكرة التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها في مجالات تخدم التعاون الثنائي بين البلدين. وخلال الاجتماع دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، خاصة الالتزام بارتداء الكمامة في ظل زيادة الإصابات خلال الفترة الأخيرة، لا سيما خلال فترة إجازات الأعياد مع التزاحم المتوقع. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تبني نهج يقوم على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخاصة الرياح، وذلك في توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير الكهرباء لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في مجال الطاقة النظيفة، كما تم استعراض موقف الدراسات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الوزارية، ومن أبرز هذه القرارات الموافقة على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة في محافظات الجيزة والإسكندرية وبورسعيد والأقصر وأسيوط والغربية. شددت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على أنه تم البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أضافت الوزيرة أنه تم إنشاء وحدة لدراسة مشاكل المستثمرين. إن أي مواطن يرغب في الحصول على أرض مخصصة لنشاط صناعي يتقدم لهذه اللجنة، أيا كان المكان اللي هو عايز يتم التخصيص ليه. هو طالب حاجة في المجتمعات العمرانية بيقدم لهذه اللجنة، هيئة الاستثمار بيقدم لهذه اللجنة. هي لجنة واحدة ليها صلاحية تخصيص الأراضي الصناعية، لجنة 2100. ومنذ تشكيل هذه اللجنة حقيقي كثير من التحديات اللي كانت موجودة الحمد لله قدرنا أن احنا ننتهي بيها. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري واستهداف الشباب المصري بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجاري من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. استمراراً لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري واستهداف الشباب المصري بضخ كميات كبيرة من المواد المخدرة، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الجاري من تحقيق العديد من النجاحات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث تمكنت قوات حرس الحدود أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط 36 عرب أنواع وحفار ولودر يستقلها 92 فرداً. عثر بحوزتهم على 3 بنادق مختلفة الأعيرة و1400 طلق أنواع وطنين من جوهر الحشيش المخدر وطنين من نبات البانجو و305 كيلوغرام من نبات الهيدرو و37 كيلوغراما من الأفيون وعدد من أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية وثلاثة أجهزة للكشف والتنقيب عن المعادن و32 مكنة كهرباء و14 جوال أحجار مخلوطة بخام الذهب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية. في سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب طنين من مادة سماد اليوريا المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة. يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً في تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة. وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة بمشاركة كافة قطاعات الوزارة لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الانتشار الأمني على كافة المحاور والمقاصد السياحية والمتنزهات والارتكازات الأمنية أمام المنشآت المهمة والحيوية.
مؤتمنون على حماية أمن وسلامة المواطنين. خطة أمنية متكاملة تشارك في تنفيذها كافة قطاعات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. انتشار أمني على كافة المحاور والمقاصد السياحية والمتنزهات. ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية. غرف عمليات للتعامل مع الطوارئ وضبط المخالفات خلال فترة العيد. تواجد أمني فعال في ربوع البلاد لبس الطمأنينة في نفوس المواطنين. فأمن المواطن رسالتنا. اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مكثفة وخططا ومتابعات دقيقة لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وشهد طريق الإسكندرية مطروح الساحلي إقبالا كبيرا من المواطنين، وقامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأقوال الأمنية على الطريق، وذلك لتوفير سبل الأمن والسيولة المرورية. إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد. ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي. وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخرا من الكيلو 101 إلى الكيلو 156 التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسية إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية. كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسي، ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس. وقد تم نشر خدمات مرورية أعلى الكباري لتحقيق الانضباط المروري عليهم. الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، تتواجد عليه خدمات مرورية لإرشاد المواطنين، ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين، ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني،
لعدم التداخل أثناء السير. ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و60 كيلو للطريق الداعم و40 كيلو للكباري. وتهيب وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 441 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 96 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 82 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطنان. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 628 قضية، من بينها 99 قضية خبز ناقص الوزن و66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت أكثر من 6 أطنان من الأقماح المحلية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنهت بعثة القرعة تصعيد ضيوف الرحمن إلى منطقة المشاعر المقدسة استعدادا لأداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف بعرفات الله صباح يوم غد الجمعة. أفواج الحجيج تتوجه إلى عرفات الله بوجوه نضرة مستبشرة بمغفرة من الله، حناجرهم ترتفع بالتلبية، يتزينون بملابس الإحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. منذ صباح يوم التروية بدأت بعثة حج القرعة في تصعيد حجاجها إلى عرفات وفقا لخطط التصعيد الموضوعة، فقد تم التنبيه على الحجاج بالنزول وفقا لطوابق إقامتهم بالفندق وفي توقيتات محددة وفقا للضوابط التنظيمية. الحمد لله احنا في صحة جيدة وفرحانين بوقفة عرفة. والله شعوري انا الدنيا كلها مساعاني وفرحان فرحان فرحان. شرعة ربنا الله يبارك له كل القائمين على هذا العمل. يتم تصعيد الحجاج في حافلات مجهزة لتوفير الراحة للحجاج في تنقلاتهم بين المشاعر، مع الالتزام بوجود مرشد بكل حافلة لتوجيهها إلى المسارات الصحيحة إلى المخيمات. والله أحسن شعور عمري ما هشوفه، ولا يعني ربنا يجدرنا نشوفه تاني وتالت ورابع وخامس، ويوعد الجميع يا رب في مصر ويجعل في مصر في عماد دايما. وأحسن حاجة شفناها السنة دي في الاهتمام بالحج في الأتوبيس وفي السكن وفي التغذية وفي كل حاجة. التنظيم على أعلى مستوى، الخدمات على أعلى مستوى، اللي كانوا جايبين لنا الناس اللي هم الشيوخ اللي من وزارة الأوقاف، كل الإجابات بحمد الله متيسرة وكل ما نطلبه متيسر لينا وفوق، يعني ممتاز جدا جدا، دي شهادة لله الحمد لله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الفرحة والارتياح كبير بين أوساط الحجاج للتصعيد لعرفات، وبالاهتمام الذي توليه بعثة حج القرعة لهم ليتمكنوا من تأدية مناسك الحج في سهولة ويسر. يا رب يجعلها حجة مقبولة لوجه الكريم، خالصة لوجه الكريم. نذكر كل الداخلية بجد عملوا مجهود جبار جبار جبار. الله يبارك لهم ويوعدهم ويرزقهم التوفيق والسداد ويسدد خطوهم يا رب. الحمد لله الخدمة كويسة في المدينة وفي مكة، وربنا يديمها نعمة علينا يا رب. نتوجه بالشكر والتقدير للبعثة المصرية اللي موفرة كل حاجة وميسر الأمر كله للحجاج. الحمد لله الخدمات حلوة وكل حاجة حلوة وكل حاجة يعني على أكمل وجه. أكثر من 6400 حاج هم حجاج القرعة، يعمل ضباط وأفراد بعثة حج القرعة على خدمتهم وراحتهم في إقامتهم وتنقلاتهم وأدائهم للمناسك حتى يعودوا إلى أرض الوطن. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يتوجه حجاج بعثة حج القرعة مباشرة من أمام فنادقهم إلى صعيد عرفات، وسط إجراءات وترتيبات تنظيمية قامت بها بعثة حج القرعة من أجل تصعيد ناجح لهؤلاء الحجاج وأداء المناسك في سهولة ويسر. من مكة المكرمة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. بدأ تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى إلى صعيد عرفات، وكان الحجاج قد قضوا يوم التروية في منى اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محرمين على اختلاف نسكهم، متمتعين وقارنين ومفردين. ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، ويتوجهون بعدها للوقوف بعرفات، ثم يبيتون بمزدلفة ويقضون يوم النحر وأيام التشريق لرمي الجمرات الثلاث، وهي جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، إلا من تعجل. وسط أجواء روحانية بدأت الرحلة المقدسة بيوم التروية وصعود ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، وقد بدأت البعثات المصرية فجر اليوم بتصعيد الحجاج المصريين إلى المشاعر ومناطق المخيمات وسط إجراءات احترازية غير عادية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسط أجواء الروحانية بدأت الرحلة المقدسة لضيوف الرحمن إلى مشعر منى، فالحجاج المصريين بدأ تصعيدهم مباشرة إلى جبل عرفات منعا للتكدس والزحام. فالحج عرفة، البعثة الطبية المصرية عملت على تأهيل الحجاج نفسيا وبدنيا لأداء المناسك بتقديم خدماتها العلاجية والوقائية على مدار الساعة، بل والإطمئنان على الحالات التي تم خروجها من المستشفيات السعودية بأماكن إقامتهم بالفنادق، وتوزيع الأدوية التي تلائم الرحلة المقدسة للحجاج المصريين. قبل النهاردة ما نطلع على التروية رحنا زورنا مستشفيات عرفة ومستشفيات منى، في عرفة 4 مستشفيات وفي منى 4 مستشفيات، شفناهم وشفنا مكان المخيم بتاعنا ومكان المخيم بتاع الحجاج مخيمات الحجاج المصريين عشان يتم توزيع الأطباء على المستشفيات.
في أوقات محددة عشان نشوف لو حد لا قدر الله من الحجاج المصريين راح المستشفى لأي طارئ ولا حاجة. والحاجة التانية كمان احنا عاملين في المخيمات عندنا عاملين نبطشيات للأطباء، كل طبيب هياخد من احنا مجموعة معنا مجموعة كبيرة من أطباء، كل طبيب هياخد 4 ساعات ان هو يبقى فيها لو في اي تردد من الحجاج يبقى هو موجود، واخدين معنا مجموعة بسيطة من يعني الحاجات نقول الإسعافات الأولية بحيث لو في أي شيء طبعا احنا ممكن نقدمه له فنقدمه له. عدينا على كل المرضى اللي كانوا خارجين من المستشفيات وطمننا عليهم وطمننا على صحتهم وقدرتهم على أداء المشاعر. النهاردة إن شاء الله هيبقى في ندوات توعية كتير هنعدي عليهم نطمن عليهم. في وزعنا جزء كبير من على الحجاج محلول معالجة الجفاف علشان خاطر ما نتعرضش لأي إجهاد حراري أو نفقد سوائل. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أبدوا شكرهم العميق للبعثة الرسمية المصرية ومنها البعثة الطبية لما قدمتهم لهم من خدمات لوجستية وطبية على مدار الساعة. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وربنا يقويكوا علينا لأن أنتوا تعبتوا معنا كتير قوي بصراحة لراحتنا يعني، فإن شاء الله ده في ميزان حسناتكم. بنشكر اللجنة الطبية اللي اهتمت بينا، أنا عندي 3 أمراض مزمنة. متشكرين لكل الجالية المصرية إن هي سهلت لنا كل الأمور، متشكرين أوي، ربنا يا رب يجعلها حجة مبرورة كده وعقبال كل مشتاق، اللهم آمين. نشكر الدولة المصرية باللي هي عملته علشاننا في اليومين بتوع الحج دول، الكل بنقول له شكرا شكرا. فرحة الحجاج المصريين ببدء الرحلة المقدسة كانت القاسم المشترك بينهم داعين الله بالقبول والاستجابة. الحمد لله ربنا يكتبها لكل مسلم وأمة محمد أجمعين. رحلة رحلة طبعا ودي رحلة العمر، ونتمنى إن شاء الله ربنا يغفر لنا ذنوبنا إن شاء الله ونرجع لأهلنا سالمين غانمين. رب يجعله حج مبرور وذنب مغفور ويكتبها لكل مشتاق يا رب العالمين. على سنة بدأ على كل يا رب. بنتمنى لكل الحبايب والأصحاب إن هم يوعدهم بها يا رب، اللهم أمين. فرحة غامرة انتابت ضيوف الرحمن كافة ومنهم الحجاج المصريين لبدء الرحلة المقدسة وسط إجراءات احترازية غير عادية ولوجستية ميسرة أعدتها السلطات السعودية، نسأل الله القبول. محمد حلمي، التلفزيون المصري. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من منصبه مستجيبا لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين. وأمام مقر الحكومة أكد جونسون بقاؤه في منصبه حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب، مشيرا إلى قيامه بتعيين حكومة قائمة بالأعمال. جاء ذلك على خلفية سلسلة من الأزمات من بينها أحداث حفلات داونينغ ستريت التي خرقت قواعد الإغلاق خلال جائحة كورونا. علينا أن نبدأ الآن باختيار هذا الزعيم الجديد، وخلال الأسبوع المقبل سيتم اختيار الفترة الزمنية لفعل ذلك، وسأبقى في منصبي حتى اختيار زعيم جديد. أريد أن أقول لملايين الأشخاص الذين صوتوا لنا في عام 2019 والذين صوتوا لحزب المحافظين للمرة الأولى، شكرا جزيلا لكم لهذا التفويض، فقد حصلنا على أكثرية للمحافظين للمرة الأولى منذ 1957 وأكبر حصة منذ 1997. حاربت كثيرا للبقاء في منصبي خلال الأيام الماضية للاستمرار بهذا التفويض، ليس فقط لأنني أردت فعل ذلك بل لأنني أيضا شعرت أنه واجبي وأنه عملي لكم وللاستمرار بما وعدنا القيام به في عام 2019. دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى الهدوء عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأضافت تراس أن جونسون اتخذ القرار الصائب مؤكدا أن الحكومة تحت قيادة بوريس حققت العديد من الإنجازات بداية من إنجاز بريكزيت واللقاحات ودعم كورونا. بعد نحو 2.5 عام استقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من منصبه بعد سلسلة من الأزمات. خلال الفترة التي قضاها جونسون في رئاسة الحكومة واجه العديد من الأزمات، بداية من الخروج من الاتحاد الأوروبي مرورا بأزمة كورونا وصولا إلى الأزمة الأوكرانية.
دوام الحال من المحال، وصف ينطبق على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فقد فاز جونسون قبل نحو عامين وباكتساح بانتخابات حزب المحافظين قبل أن تتبدل الأمور ويتحول الدعم الاستثنائي إلى رفض استثنائي والأصوات المؤيدة إلى استقالات ودعوات للتنحي بعد سلسلة من الأزمات على مدار عامين ونصف. كانت بداية جونسون مع الأزمات نهاية العام الماضي عندما واجه سلسلة تقارير بشأن حفلات أقيمت في مقر الحكم بداونينج ستريت في خرق لإجراءات الإغلاق المرتبطة بكورونا في عموم البلاد، وهي الفضيحة التي عرفت باسم بارتي جيت. وبعد تحقيقات متواصلة وجد تحقيق داخلي أن 83 شخصا انتهكوا القواعد خلال هذه الحفلات، كما وقعت اشتباكات وجرى إتلاف بعض الممتلكات، وفرضت شرطة لندن 126 غرامة بسبب انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي خلال هذه الحفلات. وإثر هذه الفضيحة واجه جونسون تصويت حجب الثقة من حزبه. 148 نائبا برلمانيا من أصل 359 محافظا صوتوا ضد جونسون في إشارة على الدعم الهش الذي بات يحظى به في أروقة الحزب الحاكم. دعم هش بدأ في التآكل مع تفجر فضيحة جديدة عندما أقر جونسون بارتكابه خطأ بتعيينه كريس بنشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين قبل أن يستقيل الأخير الأسبوع الماضي بعد أن واجه اتهامات بالتحرش. ولا يتوقف الأمر عن الأخطاء الشخصية الجسيمة، إذ يسود استياء عام من قيادة جونسون للبلاد بسبب تفاقم مشاكل أخرى في بريطانيا من بينها التضخم وارتفاع الأسعار، مما دفع لانفجار الأوضاع السياسية بالبلاد. ومن أبرز الشخصيات لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون في قيادة حزب المحافظين وزير الدفاع بن واليس ووزيرة الدولة للتجارة الخارجية بيني موردونت. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الرئيس الروسي يؤكد أنه لا يرفض محادثات السلام مع أوكرانيا، وأن ما يحدث حاليا هو بداية التحول إلى عالم متعدد الأقطاب. قال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا ترفض محادثات السلام مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه لأبعد من ذلك فإنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق. وأوضح بوتين أن محاولات الغرب لاحتواء بلاده باءت بالفشل، مؤكدا أن روسيا لم تبدأ بعد الأمور الجدية في أوكرانيا. محاولات الغرب لاحتواء روسيا باءت بالفشل، أما العقوبات علينا فتسببت بمصاعب يمكن التعامل معها، لكن العقوبات فاقمت كل شيء بما في ذلك ما يتعلق بالطاقة وارتفاع أسعار الغاز الذي يعد أساساً في صناعة الأسمدة، لترتفع أسعارها وتتراجع على الفور كميات المحاصيل بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمواصلة العمل مع الشركاء لإنهاء حصار الحبوب الأوكرانية في الأسابيع المقبلة. وأوضح المتحدث باسم جونسون في أعقاب اتصال هاتفي بين الزعيمين أن زيلينسكي أعرب عن شكره لجونسون على تحركه الحاسم بشأن أوكرانيا، وقال إن الشعب الأوكراني يشعر بالامتنان لجهود المملكة المتحدة. يعقد وزراء خارجية مجموعة العشرين أول اجتماعاتهم بجزيرة بالي الإندونيسية، حيث يشارك وزراء خارجية الصين والولايات المتحدة وروسيا في تجمع واحد لأول مرة منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا. ومن المتوقع أن تكون أزمة الطاقة والغذاء على رأس قائمة ملفات التي تناقشها قمة قادة مجموعة العشرين. من جهتها قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن قمة مجموعة العشرين في بالي ستركز على تأثير التهديد الثلاثي الذي تشكله الأوبئة والحروب والتوترات على سلاسل التوريد، مع زيادة الحادة في التضخم على النظام الدولي بأكمله ولا سيما البلدان الأكثر ضعفا. وأضافت الخارجية الإيطالية في بيان أن الحرب في أوكرانيا أثرت على إمدادات الطاقة والغذاء في العالم أجمع. قالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في حلف الشمال الأطلنطي يستخدمون أوكرانيا كحقل للتجارب البيولوجية. وأوضح قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا إيغور كيرليوف أن ممثل الحزب الديمقراطي الأمريكي لعبوا دورا كبيرا في تمويل العمليات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أعلنت الدفاع الروسي شن غارة جوية استهدفت جنودا أوكرانيين حاولوا رفع علم أوكراني على جزيرة زميني الاستراتيجية في البحر الأسود، وذلك عقب انسحاب القوات الروسية. كانت القوات الروسية قد انسحبت من الجزيرة في 30 يونيو الماضي فيما وصفته موسكو ببادرة حسن نية، بينما قال الجيش الأوكراني إنه أجبر القوات الروسية على التحرك عقب وابل من ضربات المدفعية. انتقدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرين فشل الأمم المتحدة في منع الحرب في أوكرانيا. وأضافت في حديث خلال زيارة لأستراليا أن فشل الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا يعود إلى حق النقد الذي تتمتع به موسكو، وجددت دعوتها إلى إصلاح الأمم المتحدة. تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن يقدم المجتمع الدولي المساعدة للحيلولة دون أن تؤدي تبعات الأزمة الأوكرانية إلى زعزعة استقرار البلدان الأخرى. وأضافت بيربوك أن الدول الصغيرة لن تشعر بالأمان في حال السماح باجتياح الدول لجيرانها، لافتة إلى أن أوروبا معنية بالدفاع عن الحقوق الدولية وحماية الدول. قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه من الضروري بذل أقصى جهد ممكن لتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا مع الحفاظ على سيادة واستقلال بيلاروسيا. وشدد لوكاشينكو على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الوحدة مع روسيا، مشيرا إلى أن روسيا لديها مصالح كبيرة في مينسك ولديها موقف إيجابي من تطور بيلاروسيا.
ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال إن خطط فرض حدود قصوى لأسعار النفط الروسي ستنهار وستجد روسيا طرقا لتأمين إيرادات ميزانيتها. جاء ذلك ردا على مناقشة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خطط الحد الأقصى لأول مرة الشهر الماضي كجزء من حملة لزيادة الضغط على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أظهرت بيانات رسمية أن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع أقل من المتوقع في مايو الماضي، وأدت مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن العملية الروسية في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا في الصين إلى صعوبة معالجة الطلبيات. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد معدل نمو مرتفع بلغ 1.3% في شهر أبريل. نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية لتجهيز 100 عروس من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار يدوم الفرح. وقدم محافظ بني سويف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق مبادرة حياة كريمة، والتي من ثمارها مبادرة يدوم الفرح التي تفتح أبواب الخير والسعادة لبنات وأبناء المحافظات وفتيات مصر. نحتفل بتسليم بعض الأجهزة الكهربائية لبناتنا اللي إن شاء الله خلال الأيام الجاية هيتم عقد قرارهم من بنات بني سويف. 100 عروسة كانوا معنا، والأهم من النهاردة إن إحنا قبلها بيومين كنا بنعمل لهم إرشاد أسري علشان خاطر نضمن إن شاء الله إن البنات دول لما هيتجوزوا عندهم القدرة إن هم يديروا بيتهم بشكل صح، عارفين حقوقهم وعارفين واجباتهم، فإن شاء الله يعملوا لنا أسرة صالحة. وهو ده الهدف الرئيسي من مبادرة حياة كريمة، تغيير الوعي المصري بالكامل. مبادرة يدوم الفرح هي مبادرة ابتدت في محافظة أسوان لما جوزنا 100 عروسة في شهر 3 اللي فات، وبدأت وبعد كده دخلنا محافظة الغربية جهزنا 200 عروسة، والنهاردة احنا في محافظة بني سويف بنحتفل بتجهيز 100 عروسة أكثر احتياجا في محافظة بني سويف. بنجهزهم بالاحتياجات الأساسية بالأجهزة الكهربائية بتاعتهم، تلاجة وغسالة وبوتاجاز وتلفزيون وشنطة للاحتياجات الشخصية للعروسة. تواصل مؤسسة حياة كريمة توزيع صناديق المساعدات الغذائية في إطار مبادرة وصل الخير 2 على الأهالي في محافظة أسيوط وسوهاج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأوضحت المؤسسة أنها مستمرة في التوزيع للمساعدات من خلال المنسقين والمتطوعين من المحافظات حتى يصل الدعم إلى أنحاء الجمهورية. تتواصل جهود الدولة في جميع المحافظات استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وفي محافظة القاهرة تمت متابعة إجراءات نحر الأضاحي وتوقيع الكشف عليها، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر لتلبية احتياجات المواطنين. على قدم وساق استعدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك. هنا من المجزر الآلي بالبساتين كانت الاستعدادات كبيرة، حيث أجرى محافظ القاهرة خالد عبد العال جولة لتفقد العمل بالمجزر. بنأكد برضو أن هيئة النظافة يعني رفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد، ومتواجدين على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد وما بعد العيد. جميع الأجهزة في محافظة القاهرة متواجدة، يعني رفع درجة الاستعداد في غرفة عمليات مركزية في المحافظة مفعلة مع جميع الأجهزة لتلقي أي إخطارات، وإن شاء الله كده العيد يعدي على خير بإذن الله، كل سنة وهم طيبين. محافظ القاهرة حرص على متابعة إجراءات نحر الأضاحي وتوقيع الكشف البيطري عليها، وذلك لضمان سلامة اللحوم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بها داخل المجزر، مع توجيه برفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة مجازر المحافظة، والعمل على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه الأيام المباركة. محافظ القاهرة قال أيضا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بنحر الأضاحي بالشوارع، كما حضرت المحافظة إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور، ومشددا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
والآن موعد جولتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. ورغد أبو ليل، أهلا بك. شكرا لكم سحر ناجي ومحمد عبدو. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أكد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه يجري التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جاز لوضع استراتيجية لمنظومة الابتكار الصناعي. وأوضح المجلس أن التعاون يستهدف وضع خطة تنفيذية لملف الابتكار الصناعي لقطاع الصناعات الكيماوية بمصر، وذلك بناء على استراتيجية الابتكار الصناعي التي كانت قد وضعتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جاز من أجل زيادة الصادرات وترشيد الواردات وتيسير الإجراءات وإيجاد فرص استثمارية بالقطاعات الصناعية المختلفة. ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي بنسبة 2%، بما يعادل 35 مليون دولار لتبلغ 1,761 مليار دولار. وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى مايو من عام 2022 بقيمة 890 مليون دولار، تمثل 50% من إجمالي الصادرات الغذائية. وإلى البورصة المصرية، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بختام التعاملات وربح رأس المال السوقي 3.9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 597.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 8670 نقطة، ليغلق عند مستوى 8764 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.9%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1659 نقطة، ليغلق عند مستوى 1693 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.47%. كما فتح أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا عند مستوى 2454 نقطة، ليغلق عند مستوى 2484 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.22%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات. أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.81 جنيها للشراء و 18.93 جنيها للبيع. بالنسبة لليورو، وصل إلى 19.18 الجنيه الإسترليني 22.53 22.68 الدرهم الإماراتي 5.12 15. أخيرا الريال السعودي 5.1 5.4. في أسواق العملات العالمية، منح تراجع طفيف في قيمة الدولار بعد الانتعاش لليورو، مما سمح له بالارتفاع عن أدنى مستوياته منذ 20 عاما والذي وصل إليه هذا الأسبوع بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج مخاوف الركود. وارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.2 دولارا، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بمواجهة انخفاض الدولار بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.19 دولار، بينما ارتفع 0.2% مقابل اليورو عند نحو 85 بنسا. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى سحر ومحمد، إليكم. شكرا لك يا رغد أبو ليلى.
هطلت أمطار غزيرة على شمال شرق الصين متسببة في فيضانات حاصرت الحافلات وأغرقت الطرق وعرقلت الحركة في المدن، مع توقع المزيد من العواصف في الأيام المقبلة. وفي شينيانغ عاصمة إقليم لياونينغ، استيقظ السكان على رسالة نصية على هواتفهم المحمولة تخطرهم بإرجاء الذهاب إلى العمل وإلغاء أي أنشطة غير أساسية بسبب الطقس السيء. وذكر التلفزيون الرسمي أن رجال الإنقاذ اضطروا لنقل 5 طلاب وسائق حافلتهم المدرسية بقوارب مطاطية بعدما غمرت المياه الحافلة. هذا وواجهت الصين على مدى الشهر الماضي موجة من الطقس السيء شملت موجات حر وفيضانات قياسية. ونتحول الآن إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. عودة مرة أخرى إلى رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما سحر ناجي ومحمد عبدو. والآن مع الأخبار الرياضية. أهلا بكم من جديد. حقق أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة المشاركون ضمن البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 ميدالية بواقع 28 ميداليات ذهبية و6 فضيات فضية، ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية. وكان في استقبال الأبطال الرياضيين فور وصولهم إلى أرض الوطن وفد رسمي من جهاز الرياضة للقوات المسلحة احتفاء بما حققه أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية من إنجازات بدورة ألعاب البحر المتوسط. وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبين الذين رسموا البسمة على وجوه الشعب المصري احتفالا برفع العلم المصري خفاقا في ذلك المحفل الدولي، فيما عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية بما يعظم من قدراتهم الرياضية. وصل الفوج الأخير من البعثة المصرية التي شاركت بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بمدينة وهران الجزائرية. وحققت البعثة المصرية إنجازاً بعدما حلت بالمركز السادس، حيث حصدت 51 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 13 ذهبية و15 فضية بالإضافة إلى 23 برونزية. شهدت مدينة وهران الجزائرية إنجازات الأبطال المصريين بكافة الرياضات بدورة ألعاب البحر المتوسط، وتمكنت البعثة الرياضية المصرية من الحصول على المركز السادس في الترتيب العام للبطولة والثاني عربيا بعد الدولة المستضيفة. مدينة وهران الجزائرية تحولت من كونها مقراً لاستضافة منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط إلى شاهدة على بطولات وإنجازات الأبطال المصريين في كافة الألعاب الفردية والجماعية مثلوا خلالها الدولة المصرية خير تمثيل وجعلوا العلم المصري خفاقاً في تلك البطولة. ومع ختام منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في الجزائر في الفترة من 25 من يونيو وحد 6 من يوليو الجاري، نجحت البعثة الرياضية المصرية في الحصول على المركز السادس في الترتيب العام للبطولة والثاني عربياً بعد الدولة المستضيفة برصيد 51 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 13 ذهبية و15 فضية بالإضافة إلى 23 برونزية. وحققت مصر نجاحات متعددة في رياضة سلاح سيف المبارزة ورفع الأثقال والملاكمة والعدو والتايكوندو والوثب الطويل والمصارعة الحرة والرومانية والكاراتيه وغيرها من الألعاب. وكعادتها المرأة المصرية تكون دوما صاحبة السبق والإنجازات، حيث شهدت البطولة التمثيل الرائع لبطلات مصر المتميزات والتي نجحنا في التتويج 17 ميدالية متنوعة بين 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية. واعتلت إيطاليا المركز الأول في ترتيب الدول برصيد 159 ميدالية، لتكون تلك البطولة بمثابة خطوة نحو تحقيق نجاحات في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، خاصة في ظل امتلاك مصر لهذه المجموعة الكبيرة من الرياضيين القادرين على حصد الميداليات الذهبية والتمثيل المشرف باسم مصر.
تأهل المصري البورسعيدي إلى دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد فوزه على أستون كامباني بهدف نظيف في دور 16 من المسابقة. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمد بندو بالدقيقة 79 من ركلة جزاء ليلحق المصري بأندية المقاولون العرب وسموحة منتخب السويس وبيراميدز ضمن ربع نهائي كأس مصر. تأهلت التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد تغلبها على الألمانية تاتيانا ماريا بالدور قبل النهائي للمسابقة. احتاجت أنس جابر إلى ساعة و43 دقيقة لحسم المباراة بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6 أشواط لشوطين و3 أشواط لستة و6 أشواط لشوط واحد لتصبح أول لاعبة تونسية وعربية وإفريقية تتأهل إلى النهائي في إحدى بطولات جراند سلام الأربعة الكبرى. نهاية الأخبار الرياضية، عودة من جديد إلى ساحر ومحمد. شكرا لك يا رغدة. حافظت مادة جديدة على استقرار عال لمركبة التجوال الصينية تشورونغ التي تعد جزءا من المسبار الصيني تيان ون ون وفقا لمعهد بحوث المعادن التابع للأكاديمية الصينية للعلوم. هذا وقد طور باحثون من المعهد عجلات مركبة التجوال، حيث تتكون المادة الجديدة للعجلات من مركب الألمونيوم مع كربد السيليكون، مما يعطي درجة عالية من القوة والمقاومة والاستقرار. والآن نستعرض مع حضراتكم الطقس والأخبار الجوية. مرة أخرى رغدة أبو ليلى. شكرا لكما. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 36-24 الطقس حار، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-23، بورسعيد 30-23، الإسماعيلية 37-23، ننتقل إلى السويس 36-24، العريش 32-24، طابة 35-24، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 39-28. ننتقل إلى الأقصر 40-27 الطقس، هناك شديد الحرارة، أسوان 41-28، الوادي الجديد 41-27، شلاتين 38-28، أخيرا حلايب 34-26. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. Thank you.
أما الآن فمع أبرز لقطة في هذا اليوم. Se adiciona con bambú. En día silvestre comen alrededor de 30 kilos de bambú. Un poquito de chinchín y chantán, precisamente son las manzanas. Le pusimos. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة، بقي أن أذكركم بأبرز عناوينها. خلال اجتماع مجلس المحافظين، رئيس مجلس الوزراء يؤكد ضرورة تفعيل غرف الأزمات بجميع المحافظات في إجازة عيد الأضحى. حجاج بيت الله الحرام يستقرون في منى لقضاء يوم التروية استعدادا للوقوف على صعيد عرفات غدا. بوريس جونسون يستقيل من منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا ويؤكد بقائه كرئيس حكومة تصريف أعمال لحين اختيار زعيم جديد. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت متواصلة معنا ومعكم وشفكي المنير. أهلا بك شفكي. مساء الخير يا سحر، مساء الخير يا محمد، وبتمنى لكم كل سنة وانتم طيبين. سنة طيبة. وإن شاء الله يبقى عيد سعيد عليكم. تشتغلوا في العيد ولا إجازة؟ يعني أول يوم كده. بنشتغل. سحر شكلها هتشتغل. بنشتغل. بتشتغل في العيد. أتمنى لكم دايما التوفيق إذا كنتم بتشتغلوا، إجازة سعيدة إذا كنتم في العيد، ولكل صناع نشرة التاسعة دايما كل التوفيق والتألق. أشكركم. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ خميس التاسعة، تفضلوا.